مين اكتر لاعب لفت نظرك في مباراه امبارح من الاهلي؟ طبعا في النادي الاهلي يعني تقريبا يمكن محمد شريف. طبيعي راجل لعيب، شريف جاب جونين، راس حربه مظبوط. يعني دايما نقول الاستاندر بتاعه او البوزيشن بتاعه في الملعب ما يخرجش عن الحته دي ابدا. لكن اللعيب اللي لفت نظري بشكل كبير، وده مهم لفرقه النادي الاهلي بصفه عامه، لان النادي الاهلي في كل مبارياته معظم الفرق بتلعب بشكل دفاعي بتكتل. النادي الاهلي من زمان او من فتره مش بعيده قوي كان محتاج للاعب اللي هو بيتميز بالاختراق، بانه ياخد مساحات عن طريق المحاوره وبيتخطى لاعب واثنين، ودي وسيله بتفضي بيها مساحات في الملعب للاعيبه الاخرين. فكان يعني اللي كان مميز في لعبه او في واجباته بيأديها بشكل كف قوي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر امبارح يلي طبعا محمد شريف في ان هو بيترجم الجهد ده كله بتاع المجموعه هدف الى اهداف يعني. فطبعا يعني يمكن احمد عبد القادر هو الافضل في المباراه، هو الافضل كان كابتن شاكر.